مرت 5 أيام وبقيت 3 أخرى على مهلة الإطار التنسيقي للقوى السنية للاتفاق على مرشح معين لرئاسة البرلمان باعتبار المسألة أخذت أكبر من حجمها. هذا الكلام بدأ يأخذ صدى الأسبوع الماضي بعد تصريح عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي بخصوص هذه المهلة. مثل ما هو معلوم البرلمان تعطل أكثر من اللازم، ومرحلة الجمود هذه أعاقت تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة لأكثر من 6 أشهر، ودخل البرلمان بخرق دستوري بغياب الرئيس وبنفس الوقت قلب التوازنات. بالعودة إلى مهلة الإطار، فإن هذه المهلة يشوفها الكثير من الساسة أنها فقط لرفع الحرج عن الإطار لا غير، وإلا فهو مستفيد من بقاء الأمور على ما هي عليه، يضاف إلى ذلك انقسامه هو نفسه على نفسه. وهنا يجي سؤال، هو فعلا الإطار التنسيقي ممكن ينطي الأريحية الأعضاء بالتصويت وفق قناعتهم الشخصية مثل ما جاء على لسان عائد الهلالي العضو السابق في الإطار التنسيقي؟ طيب هذا الكلام صادر عن منو من الإطار تحديدا؟ منو متفق معاه ومنو ضده؟ الشيء الثاني، منو يضمن عدم العودة لتعطيل الجلسة مرة أخرى؟ هذا التعطيل اللي أول من اخترعه في الساحة السياسية العراقية وبكل صراحة هو الإطار التنسيقي بوصفه القوى الشيعية ذات الأكثرية العددية، وهو الأولى بهذه التهمة من غيره كما يرى أساس السنة. اليوم الإطار نفسه صاحب مهلة 20 من هذا الشهر لم يعطي تفسيرا مقنعا عن تعطيله لاختيار الرئيس من يوم المنافسة بين شعلان الكريم وسالم العيساوي والآخرين في الجولتين الأولى والثانية بوقتها، ولم يعطي تفسيرا مقنعا أيضا عن سبب دعم للنائب الأول محسن المندلاوي في التوجه نحو تعديل النظام الداخلي غير الدستوري. الآن شنو الجديد بالموضوع؟ بالحقيقة ماكو أي جديد، وهنا أساس المشكلة، والسبب في ذلك هو عدم ثقة الأطراف بعضها ببعض. الكل ما عنده ثقة بالطرف الآخر، لا سنياً أكو ثقة متبادلة، لا شيعياً، لا سنياً شيعياً، بل حتى الموقف الكردي يقول أنا مع من يضمن لي مصلحتي رغم دفعه باتجاه العيساوي سابقاً. بالنهاية ورغم كل ما يقال تبقى المشكلة سنية سنية، وإذا ما استمرت معارك كسر العظام سنيا فلن ينفع حينها التباكي على حق المكون، لأنه سيبدو كنكتة سمجة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من الماريونيت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد أناقش هذا الملف مع الدكتور عائد الهلالي الباحث في الشأن السياسي من بغداد، وأيضا مع السيد غني الغضبان الباحث في الشأن السياسي أيضا من العاصمة بغداد، ومع الدكتور صلاح الكبيسي عضو تحالف حسم. مرحبا بكم جميعا ضيوف الكرام. بداية أبدأ مع جنابك دكتور عائد، يعني على ما يبدو الإطار التنسيقي عصبها برأس دكتور عائد الهلالي، لأنه المهلة شوية ضبابية، يعني لا أكو بيان من الإطار التنسيقي، لا أكو شيء طلع من مقرر الإطار التنسيقي، لا أكو أحد من قادة الإطار التنسيقي طلع وصرح، لا أكو ردود حتى من السنة، حتى السنة مطنشين الموضوع، الكرد وكأنهم أيضا ما سمعوا، فماكو صدى. على غفلة نمنا قعدنا بالوكالات الإخبارية، إحنا ناس صحفيين مباوع، حدد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية إلى آخره، وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي لوكالة شفق نيوز إن قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية موعدا لغاية 20 تموز. هذا الخبر الكل انشغل به، بس ردود أفعال حد الآن ماكو من الإطار نفسه أيضا ماكو. تفضل دكتور. نعم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أخي العزيز والأستاذ غني ولدكتور صلاح ولقناتكم الموقرة ولمشاهديكم الأكارم.
على ما يبدو تشخيصكم دقيق جدا أن هنالك جهات سياسية في الإطار التنسيقي تقاطع معها بشكل كبير جدا، أرادت أن تعصب القضية برأسي وتتحدث بلساني وتطلق هذا التصريح، وأنا اتصلت مع شفق نيوز واتصلت هاي مع هاي نلغي النيوز. نلغي الحلقه دكتور عاهد. انا عفوا انا ما اريد من البدايه اتقاطع داخلك، بس نلغي الحلقه اذا هيك يعني هذا الحكي ما موجود، مو صحيح؟ لا اسمع، نسمح لي، وهذا الكلام اثير بشكل كبير جدا، وانا تواصلت مع حقيقه الوكالات وقلت من اجرى لقاء معي وتحدث معي وسألني وأنا أجبت بهذه الإجابة. هذا كلام خطير جدا. أعتقد أنه بعض الجهات السياسية كما قلت التي بدأت أتقاطع معها أرادت أن تثير ضجة أو أن تتسبب لي لربما بمشاكل أو تثير القوى السياسية ضدي أو أي سيناريو رح أناقش هذا. جميل، يبقى الموضوع قابل للنقاش، بس على هالكلام ما راح يبقى لي وقت، يعني ما راح يعني حزود عفوا يعني وقت هواي راح يصير عندي، راح اناقش ايضا مع جنابك ومع الضيوف الاخرين ايضا قضيه القصف، وراح اغير حتى العنوان مال الحلقه واخلي بيفت شيء على عائد الهلالي شخصيا، خلص تصير الحلقه شخصيه. انت عضو بالاطار التنسيقي دكتور عائد سابقا، حاليا انت لا وبدوله القانون اتوقع يمكن اذا مو اني غلطان سابقا مو لا انا ما كنت في دوله القانون. وين كنت لا بالضبط؟ ما كنت في دوله القانون. وين كنت وطلعت منه؟ انا كنت على اطار التنسيق، كنت على صادقون، كنت على صادقون، وبعدين طلعت من صادقون وطلعت من الاطار وقلت كتبوا لي بالسي جي باحث في الشان السياسي وهجموا عليك. احسنتم. ليش؟ لا هذا الموضوع انا لا تحدثت انا قلت لا مو مشكلتي ويا الاطار، مشكلتي ويا دوله القانون، انه انا انتقدت سياسات دوله القانون بشكل كبير جدا في قضيه ادارتهم للاطار التنسيقي، فرض هيمنتهم على الاطار التنسيقي، حقيقه فرض هيمنتهم على حزب الدعوه وابعاد جميع القيادات السابقه من حزب الدعوه. ذكرتها الموضوع حكيت هواي على نور المالكي. نعم، برايك اي 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 زين. بس هذا ما يعني والحزب بات حزب اي هذا نعم، هذا ما حزب عائليا وليس حزب الدعوه. اي اذا انت تشوف هذا دبر بليل وعصبت براس دكتور عائد الهلالي، فانت تشم ريحه من الاطار. نعم، انه يريد يقدم الجلسه وينطي للسنه الحد يوم 20 وتعالوا يا سنه صوتوا، رغم هو نفس الاطار متفرق. شوف، هو نفسه ما واقف على راي معين. شوف سيد الكريم، أنا تحدثت يعني وألقيت باللائمة بشكل كبير جدا على قضية حسم هذا الموضوع، موضوع رئاسة البرلمان على الإطار التنسيقي، لأنه قادر، أكو أكثر من 180 مقعد يمتلكها الإطار التنسيقي، لكن حالة التشظي والتشرذم الموجودة داخل الإطار التنسيقي هي من جعلت الوضع يتباطأ بشكل كبير جدا، وأن لا نستطيع أن نحقق أي إنجاز في هذا الموضوع ونحسم هذا الموضوع. وقد جلسنا في أكثر من جلسة بالبرلمان، والمشكلة الأساسية كانت عدم وجود عدد كافي من الأصوات لإيصال سين من الناس إلى مطرقة مجلس النواب. كذلك أيضا أنا ألقيت باللائمة على الأخوة في الديمقراطية الكردستانية، يجب أن نكون واضحين اليوم عندما نريد أن نذهب إلى عملية سياسية جديدة كما تقولون. هذه العملية السياسية قائمة على أساس محاربة الفساد وبناء المؤسسات، والرجل الآن ده يشتغل، السيد محمد الشاعر السوداني يشتغل بهذا الاتجاه، يجب أن يكون دعم حقيقي لا أن يكون دعم مهمي. اليوم هو مستفاد بطريقة أو بأخرى السيد محمد أبو مصطفى يعني من هاي الأزمة حاليا، خلينا نحكي واقعيا، وهاي راح أرجع لك بيها، يعني حكومة بلا رقابة. نعم، وبرلمان بلا تشريع بعد وني هو جاي يراقب الرجل، بالعكس هو جاي يراقب، صار عليه أعباء كثيرة أخي العزيز، هو ما حد يراقبه. لا صار عليه أعباء كثيرة، رح أرجع لك وأشوف وين الأعباء. لا لا بس أرجوك العفو، أرجع لك أنا بس حبيت شوية أسوي فد شوية إحماء وحضر لي الإجابة بيها. بس دكتور صلاح أرحب بك مرة ثانية طبعا. نعم، رغم كل شيء، رغم أنه الجماعة عصبوها برأس السيد عائد الهلالي، أكو هيك يعني إذا مو اليوم يشوف هاي المهلة، هاي الأشياء يحبها الإطار التنسيقي بحقيقته، يعني هاي لعبته ينطيك يوم من الأيام مهلة، حتى مقتدى الصدر كان يحبها هاي مال مهل يوم ينطي مهلة، الكل يحبون هاي، يعني راح تيجي يوم من الأيام إلكم يا سنة تعالوا إلكم مهلة، فحلو حاليا إجتي على شكل إشاعة باكر عقبة تصير حقيقة مهلة يا سنة هالقد، وإلا المشهداني قدامكم، ما تريدون
الدللو المندلاوي موجود. نعم، بداية تحية طيبة لك حياك الله أخي العزيز. يا مرحبا بك. وإلى الأخ، إلى الأخ العزيز الذي عصبت برأسي الدكتور عائد أخوي الغالي، ولا ضيفك الكريم الآخر، ولا مشاهديكم الكرام. يعني هذا الأمر للأسف الشديد دائما ما تثار أمور في الإعلام ليس لها أساس. يعني أنا مريت بهذه التجربة قبل أيام، أيضا خبر على مواقع التواصل أنه أنا مصرح بموضوع معين، تفاجأت يعني لا الشبكة الإعلامية أنا مصرح لها، ولا هم متصلين بي ومنزلين خبر باسمي، وهذا أيضا سبب لي إحراج داخل التحالف اللي أنا بي. يعني تدري هذه مواقف سياسية. أنا أعتقد أنه لعبة المهل الزمنية اليوم واضحة جدا، أنه أنا أجي وأهددك يعني أعتبره مثل أحيانا ابتزاز داخل العملية السياسية. بالون اختبار أكبر من قضية بالون اختبار برأيك؟ يعني القضية أبعد. لا نعم. سمع اليوم أقول القضية أكبر من قضية أنه بالون اختبار. لا، سمع اليوم يا سنة، هذا تحذير باشر عقبه يصير حقيقي. أكيد باشر عقبه يصير يعني حقيقي، هو جص نبض حقيقي للكتل السياسية اللي موجودة على الساحة. لكن أخي الكريم، يعني أنت ما ممكن اليوم تجي وتحدد موعد أنه هذا موعد نهائي. أنا قلتها في أكثر من مناسبة، يعني حتى الأخوة في الإطار التنسيق عندما طلبوا من الكتل السنية أنه حددوا مرشح واحد وتوجهوا به للبرلمان، يعني أوضحت أنه هي لا هي القضية هي بس طولت دكتور، طولت كثيرة. يعني جاي أكثر، جايك أكثر من ست أشهر جايك سووا هذا الشيء. يعني باكر عقبه شوف، خل أقول لك في السيناريو صغير واسمح لي شوية. يعني اليوم الإطار التنسيقي على شكل إشاعة يمكن يطلقها، ويجوز هو ما أطلقها، ما أعرف، صايرة مشكلة. باكر عقبه ممكن جمهوركم نفسه يطلقها، يحتاج لقانون معين. يعني احنا نقول الناس ما تريد البرلمان، الناس تكيف على حل البرلمان، الناس ما تحب السياسه بالعراق، لكن باشر عقبه فعلا يصير اكو وعي، ممكن هالايام ممكن يصير فت حدث معين يستدعي، ويا ما قوانين معطله من ضمنها القوانين اللي انتم تريدوها كسنه، العفو العام، المعتقلين الى اخره. لا، فهو وان يكون يعني هو رب ضاره نافعه، فعلا هو فعلا رب ضاره نافعه. انتم مطلوب منكم قرار، مطلوب من عندكم تفككون هاي الأزمة. نعم أتفق معك. الرأي العام مهم جدا، يعني حتى لو كانت أحيانا شائعة قد انتشرت، لكن إذا كانت هذه الشائعة بها في النهاية، في نهاية الأمر خدمة للصالح العام وعدم إحراج أي طرف. يعني اليوم الأخ العزيز دكتور عائد محرج بهذا الأمر، الرجل لم يصرح ولم يعني يتبنى هذا الكلام، أطلقت هذه الشائعة. لكن أنا أقول اليوم مشكلتنا، أنت تفضلت قلت لي أنه الموضوع طول. نعم طول كلش. يعني 9 أشهر إحنا اليوم، هم لو ولادك كان اكتملت 9 أشهر ولا توجد نتيجة لحد الآن. مرينا بفترة من قضايا مع المحكمة الاتحادية، جزء كبير، يمكن هو الجزء الأكبر. أنتوا السنة تتحملون مسؤوليته بتشتتكم وبتفرقكم بعيناتكم لبعضكم البعض، أنتوا تتحملوه، الإطار ما له علاقة. ليش لا 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 ليش هي الكتل، كل الكتل الوطنية اليوم اللي موجودة سواء كانت سنية أو شيعية أو كردية، هل هناك أنه أنت ترى أنه هناك اتفاق داخل مكون بحد ذاته في الكتل السياسية الليبي؟ أنا أقول لك حالة الانفصام وحالة انعدام الثقة موجودة اليوم للأسف الشديد بين كل الكتل السياسية داخل المكونات. لا راح تلاقي ثقة داخل الكتل الكردية ولا داخل الكتل الشيعي ولا داخل السنية. نعم الأخوة الكرد يتميزون بأمر معين، أنه عندما يتوجهون إلى بغداد لطلبات تخص الإقليم لمصالح، يعني أسلوبهم براغماتي جدا، يكونون موحدين. لكن من تجي للكتل السياسية داخل المكونات كلها اليوم تعاني من انعدام الثقة السياسية بين هذه الأطراف. المشكلة مو فقط لدى السنة، والأزمة اللي نمر بها أخي العزيز هي ليست أزمة للسنة اليوم، الأزمة وطنية. ليش؟ نعم هذا المنصب هو من حصة المكون السني حسب الأعراف السياسية اللي فرضت علينا من 2003. لكن
نعم هو حصة المكون السني، لكن تأثيرات هذه الأزمة هي تطال الجميع، ولو فشلنا بهذا الأمر فالفشل سوف ينعكس على الجميع، ما راح ينعكس فقط على المكون السني. يعني ذكر الأخ دكتور عائض قبل قليل الإطار التنسيقي، أخي الكريم عندهم 180 مقعد، وبالتالي الإطار أنا أرى لو كانت هناك النوايا موجودة لكن الجدية في الأفعال لحد الآن ما موجودة. يعني اليوم الأخوة في الإطار بإمكانهم حل الأزمة. اليوم الكتل السنية مجتمعة 76 نائب، إذا شطرناها بالنص هسه ما نقول هذه الجهة أكثر ولا نقول هذه الجهة أكثر، هل نشطرها بالنص؟ هل كل جهة عندها 35 أو 38 نائب؟ 38 إذا نجي يحلوها يحلوها الإطار بطريقة ما تعجبكم، أي ممكن ممكن يحلها الإطار، يقول لك أنا أقدر أحلها، عندي عندي القابلية العددية داخل مجلس النواب، عد النصاب أحلها، بس ما يعجبكم أنتم في حسم وعزم وسيادة. يمكن يمكن يعجب، يمكن يعجب بطريقة تعجب تقدم، ممكن. لا أخي، أخي الكريم يعني إحنا ما نريد نجي نشخص الأمور من هو السبب تقدم أو بقية الكتل، لكن إحنا خطابنا أنه نطالب اليوم بتفعيل العملية الديمقراطية. هل نلجأ إلى عقد جلسة أو جلستين متتالية وما يتمخض عن هذه الجلسة الكل راح يقبل به. يعني إحنا أنا اليوم إعلاميا يمكن أكون أقرب إلى أحد المرشحين، لكن عندما يفوز مرشح آخر هذا مو معناه أنه أنا راح أناصب العداء، بالعكس نبارك له ونهنيه وندعم هذا الشخص في مهمته. جميل جميل. وهنا خليني أسأل عن السبب الحقيقي سياسيا سنيا. أرحب بجنابك مرة أخرى أستاذ غني. أستاذ غني الغضبان، سنيا نريد نفكك المشكلة مرة أخرى، 9 أشهر ما كانت كافية للسنة للتباحث فيما بينهم، أوكي مو كافية، ما كافية لبحثها مع الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي، ليش مو كافية لحد الآن؟ يعني وين الصعوبة بهذا الشيء؟ 9 أشهر لا قادرين تقنعون الشيعة، لا قادرين تقنعون نفسكم أنتم مع بعض كسنة، وين تشوف الخلل؟ نعم، تحية لك سيد العزيز ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين. أولا قبل كل شيء هسه هي المشكلة أنه إحنا نفند شائعة للمشكلة نجد حلول لهذا الموضوع القائم أكثر من 9 أشهر. يا ريت له حلول أولاً. يا ريت له حلول. الشائعة طلعت وحكاها عائد الهلالي، هي عصبت برأس عائد الهلالي، انتهينا منها. يعني أنا حتى بعد ما عندي موضوع ثاني، لهذا راح أناقش القصف اللي يمكن راح يجيكم أنتوا. يعني اليوم أكو قصف بشباب، وين يمكن قالوا بعين الأسد باشر عقبة بالأنبار، يعني راح أسوي محور ثاني بالحلقة هذا هسه، يعني هسه راح يطلع. بس نفس الوقت عندي مشكلة أنا سنيا أستاذي، عندي مشكلة سنيا، وين رايح أستاذ العزيز؟ أولا المشكلة السنية هي محصورة بالزعماء السنة أو بين قوسين القادة السنة، ولكن هنالك شارع في المحافظات الغربية لابد لهذا الشارع أن يحس بوجوده ويعتبر نفسه مشارك بتلك الدولة بالرئاسات التي تم العرف عليها، كما للشيعة رئاسة الوزراء وكما للكرد رئاسة الجمهورية، للشارع في المناطق الغربية والمحافظات الغربية رئاسة البرلمان. ولكن الشارع ما معني بتسمية معينة، هذا من تقدم وهذا من الحسم وذلك من العزم. الشارع الغربي معني بشخص يكون على رأس هذا المنصب، يكون رئيسا للبرلمان يمثل هذا الشارع. ولكن المشكلة بالزعماء السنة اعتادوا وللأسف أن لا يجلسوا مع بعضهم ويتناقشوا إلا بحضور طرف ثالث. مثلا جاء السيد أردوغان اجتمع بالقادة السنة وتحدث معهم وقلنا يا الله سوف تنفرج المشكلة. بالعكس، يمكن بهاي القضية يخالفوك، هاي المرة الأولى اللي ما سمعوا بيها الصوت خارجي لا سنيا ولا حتى شيعيا. أكثر من مرة جاء قائن وقال وقفوا تصعيد، واليوم أكو تصعيد. أكثر من مرة جاء أردوغان وها كان في دان قال اتفقوا على شيء وما اتفقوا. بالعكس، يعني عكس هذا الكلام تماما، هاي أكثر مرة يخالفون. أريد طرف رابع هالمرة مو طرف ثالث. تمام 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 تمام. الطرف الرابع
الطرف الرابع أستاذ العزيز بعد أن فشلت جميع المحاولات وهم استمدوا برأيهم الطرف الرابع أن يخرج مجموعة من القادة السنة ويتصدوا لهذا الموقف ويطالبوا بتسمية شخص خارج المطروحين، يعني البرلمان والشارع الغربي، يعني ماكو النساء، يعني خلاص بعد ماكو رجال يمثلون من هذا المنصب. منو خارج يعني المطروحين؟ هو انت لو خارج المطروحين من تقدم هذا لو من السياده، هذول المتنافسين الاكثر، مين من خارج المطروحين؟ لا لا مستقل، لا مثلا سادي سني سادي مستقل سادي اكو تصريح، نعم سني مستقل، شخصيه اخرى، يعني اكو تصريح للسيد، اسمح لي استاذ، اكو تصريح للسيد رئيس البرلمان بالانابه في أحد المقابلات قال إذا لم نجد الحلول سوف نمضي إلى تعديل المادة 12 ونفتح من حقه، باب التفكير. مقبت علي الدنيا من قالها من طلع بيها، هذا طلع غير دستوري، المحكمة الاتحادية قالت في قبت الدنيا، قبت منين الدنيا؟ مو دستوري. الدنيا قبت منين استاذ؟ مو دستوري، من الدستور، من المحكمة الاتحادية. استاذ استاذ والله العظيم احنا دستورنا حلو والقانون احلى من عنده، ولكن لا يوجد هناك من يطبق الدستور ويطبق القانون. هو السيد محسن المندب، هسه انت اطار تنسيقي، اذا جنابك اطار تنسيقي حتى اناقشك كانك عضو في الاطار التنسيقي. شلون المندلاوي هو بوقتها خرب الجلسة، هيك اتهامات السنة يقولون هو خرب الجلسة، والا كان شعلان ماشي. تذكر بوقتها ولا لا؟ استاذ العزيز إيه؟ انا لا اطار تنسيقي ولا اطار ما اعرف شنو، انا رجل مستقل كنت في يوم من الايام واقف في ساحة التحرير للمعلومات. إيه؟ هاي اولا. اثنين انا اتحدث الحقيقة. في بداية الامر بعد ان خرج السيد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بطريقة او باخرى، وانا اعتبر ذلك اجحاف بحق الرجل، بعد ذلك كان الكتلة العددية البرلمانية في البرلمان هي تقدم، كانت الأكبر، وقدم مرشحه السيد الشعلان ووصل قاب قوسين أو أدنى للفوز. ولكن دائما نحن نؤمن بروح المؤامرة من هنا وهناك. هسه انت شو تفسرها؟ هذا لي تفسير بي من الإطار التنسيقي، من واحد غاضب حاليا من الإطار التنسيقي. استاذ دكتور عائد، شو يريد الإطار؟ شو يريد الإطار؟ حيرنا يعني، وخاصة المندلاوي لا رضى على شعلان الكريم قاب قوسين أو أدنى من الفوز، وراها سالم العيساوي قفز قفزة قوية على الفوز أيضا ما رضى عليه. شو يريدون يعني؟ شو يريد بيد المندلاوي، بيد السيد نوري المالكي، بيد الشيخ قيس الخزعلي، بيد من؟ أعتقد أنه الآن الإطار التنسيقي قد توجه توجه جديد واستخدم أدوات جديدة لتمرير ما يريد، واستخدم السيد المندلاوي والدكتور عائد الهلالي لتمرير الأجندة الخاصة بي. أنا ما تحدثت عن هذا الموضوع، وسوف أقاضي الجهة التي يعني حقيقة صرحت نيابة عني بهذا التصريح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أنت تعرف سيد الكريم أن هنالك صعود غير طبيعي لشخصية السيد محمد الشياع السوداني، فبالتالي نحتاج إلى ضد نوعي، والضد النوعي من الممكن أن يتوفر في شخصية السيد محسن المندلاوي. جميل أفهم منك، هاي الدعش عابرة وممكن سنتين ثلاثة، يعني الحد الدورة الجاية ضد نوعي، معناها تقصد يعبر محمد الشياع السوداني البر الأمان. نعم. هيك العفو يوقف ضده. شوف سيد الكريم، يعني أنت تعرف أنه المسؤول يستفيد كثيرا من بريق السلطة ويستفيد من الإمكانيات اللي موجودة في السلطة. اليوم إذا وصل السيد المندلاوي إلى الانتخابات وهو رئيسا للبرلمان، من الممكن أن يحقق مساحة كبيرة أو لربما مساحة أكبر من المساحة التي حققها في انتخابات مجالس المحافظات. أما بخصوص السيد محمد الشياع السوداني اللي على ما يبدو أرعب القوى المتواجدة داخل إطار التنسيقي، أرادت أن تجد
ما يستطيع أو من يستطيع أن يقوض مساحة محمد الشياع السوداني أو أن يقف بوجه محمد الشياع السوداني. استخدمت سين أو صاد. ما بخصوص التصريح هذا، التصريح غير مسؤول. أوكي، هسه من استخدمه هسه أنا أريد أعرف تعطيل الجلسة بالمناسبة السبت المقبل جلسة ما بها عنوان، يمكن يعني ما بها فقرة، ما بها عنوان، ما بها فقرة انتخاب الرئيس. أربع مشاريع، لا أربع مشاريع. التصويت على أربع مشاريع لا علاقة لها بالتصويت على رئيس مجلس النواب العراقي. وبالتالي هذا التأخير أنا أعتقد أنه بات مقصودا من قبل الإطار. جهات في الإطار التنسيقي منو لا تريد الجهات؟ أن تحسم منو الموضوع الأكثر بشكل نهائي. برأيك منو الأكثر؟ منو يريد دولة القانون واحد 100%؟ يعني هاي براسك السالفة، أنا متأكد. هو دولة هي المشكلة بس الآن. يعني الإطار التنسيقي بقى بي بس دولة القانون بعد بهواية كلهم أغلبية أكثر منه. شوف الإطار التنسيقي على ما أعتقد أنه منقسم إلى ثلاث جهات. جهة اللي هي السيد نور المالكي، وجهة الليبراليين اللي موجودين المحسوبين على الإطار التنسيقي اللي هم سيد عمار الحكيم. أكو ليبراليين بالإطار التنسيقي؟ وين أكو الإطار الجابر؟ كلهم عمايل. الليبراليين نصهم ملاحدة يا معود، جابهم على أما ما ترهم. لا 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 دكتور عاد وين أكو ليبرالي بالإطار التنسيقي؟ وين أكو ليبرالي؟ لا نتحدث عن الرؤية السياسية. نتحدث عن الرؤية السياسية أخي العزيز. أما الباقية فهم من الراديكاليين أو المتشددين اللي موجودين في الإطار التنسيقي. يعني نوعا ما يسار يمين. وحدة خطاب. هو بالعراق حتى يسار يمين ماكو، بس يعني نوعا ما وحدة خطاب. الإطار التنسيقي ما الإطار التنسيقي ما عنده وحدة خطاب اليوم. هنالك حالة كما قلنا من التشظي، وهنالك حالة من التشرذم، وهي التي أدت إلى أن يصل حال البلد إلى ما وصل إليه الآن. واليوم حتى عملية انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية أثر بشكل كبير جدا على الأداء، وأثر بشكل كبير جدا على العملية السياسية برمتها. فاليوم احنا نحتاج من الإطار التنسيقي أن يقوم بتغيير بعض القيادات التي شاخت حقيقة ولم تعد منتجة، وتستخدم الأساليب اللي حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، أو تستخدم أساليب المعارضة لا زالت في قضية تكفير. و إيش تنصح الإطار التنسيقي مثلا بالتعامل مع هذه المشكلة اللي هو يشوفها مشكلة سنية؟ شو يريد يسوي شو يقولهم للسنة؟ يقولهم أنا رح أنطي الحرية والأريحية لأعضائي بالتصويت؟ هذا حل ما موجود، خيالي يعني، ده أتخيل. بس شو تريد يقولهم؟ شو يسوي الإطار؟ لا ماكو هذا. يمارس دور الدكتاتور. الإطار التنسيقي شو يسوي؟ لا القضية اللي احنا وين سيد الكريم؟ انه ان يكون هنالك الدفع باتجاه وحدة خطاب البيت السني. انا نحتاج ان يكون او تكون الكتلة السنية كتلة قوية تمارس عملها بشكل مهني داخل المؤسسات. اليوم التوجهات غريبة عجيبة يعني لدى الكتل السياسية، لا زالت تفكر بالمنافع والمكاسب اللي من الممكن ان تحققها، المنافع المادية قبل المنافع الحزبية. معلوم حقيقة ما تبحث عن المساحة، تبحث عن الاموال بس. العفو ذات سمح لي كمل أخوي العزيز. هاي مشكلة كبيرة جدا. اليوم الدفع باتجاه إنتاج كتلة سنية، لربما كتلة سنية كبيرة قادرة على أن تحتوي الطيف السني أو أكبر عدد ممكن من الطيف السني، من الممكن أن تكون فائدتها كبيرة للعملية السياسية أو للعراق بشكل كبير. ما ممكن دكتور عائد حقيقة. دكتور إذا تسمح لي حتى أقول لك حتى أذكرك بقضية، يعني رئيس برلمان سني قوي على ما يبدو ما مسبوح بي. يعني أنت نتذكر جيدا أن جيفي كيف كان قوي وصاحب كاريزما، ما سمح له بدورة أخرى، وقعوه. بعدين وراها منو بالدرجة الثانية وين؟ من القوة محمد الحلبوسي أيضا. فما مسموح يعني من قبل الإطار، من قبل الإطار الشيعي، ما مسموح بقوة سنية تنهض تلزم البرلمان يسائلهم هذا الشيء. لأنه يمثل كتلة واحدة، لا يمثل طيف كبير جدا من الشارع السني. نحتاج أن تكون لدينا قوة كبيرة سنية كبيرة جدا. هذه القوة يعني احنا اليوم حتى عملية التحازب اللي موجود في إقليم كردستان، يعني التحازب العفو الموجود في إقليم كردستان، يعني هنالك كتلتين كبيرة اللي هي الاتحاد والديمقراطي. هذه استطاعت أن تبني نفسها بشكل قوة، تفرض نفسها على باقي الكتل السياسية اللي موجودة سواء كانت إطارية أو سنية. هذا الموضوع الآن ما
موجود. البيت السني يبحث عن قيادات حقيقة، وعلى ما يبدو أنه يحتاج إلى فترة زمنية لأجل بناء قيادات قادرة على أن فترة تكون فترة زمنية أن طويلة بتواجد داخل محافظات السنية. جميل، فترة زمنية طويلة بعد لكم دكتور صلاح حتى توصلون لهذا الوعي السياسي بتقديم شخصية وحدة، وإلا بيناتكم حتى هذه اللحظة مقاتل ومعارك، فأني ما أتوقعها بضغوط من الإطار، بإشاعات، بمهلة، بغير مهلة، بضغط. لا الضغط الدولي نجح، لا أردوغان نجح، لا إيران دخلت على الخط أيضا ونجحت، لا وساطة عربية خليجية نجحت. ما رح تنجحون بإبراز قيادة أخرى تتسلم، وبالتالي رمي كرة الفشل بملعب الإطار مو صحيح. ما رح يصمد، هاي الحجة مالتكم ما رح تصمد، الإطار بريء. العفو، السؤال موجه لي، الصوت كان مقطوع. الجنابك دكتور صلاح، مختصر السؤال انه رمي كرة الفشل بملعب الإطار التنسيقي مو صحيح، انتم تتحملون المسؤولية بتشرذمكم، لا العامل الدولي نجح ولا العامل العربي ولا التركي ولا الإيراني، يمكم السالفة. لا أنا 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 أكدت وأنا يعني أوضحت في بداية كلامي أنه أزمة الثقة والركض خلف المصالح الحزبية والشخصية والمنافع اليوم موجود عند الكل، وبالتالي من تجي تشوف السنة اللي كانوا السياسيين السنة في مجلس النواب اللي كانوا بال2010، يعني احنا المفروض انه تنضج العملية السياسية عندنا، من كانوا بال2010 القائمة العراقية مع قائمة مرادفة صغيرة جدا، اليوم السنة 5-6-7 قوائم، وبالتالي حالة الشرذمة موجودة، التناحر موجود، السعي خلف المصالح، هذه كلها سببت لأنه تتعدد مراكز القرار لدى الكتل السنية، وبالتالي ما نرهم ما ترهم نطلب منكم حل وتطونا سبب للمشكلة. يا دكتور صلاح، احنا دا نطلب منكم حل، تقول لي هيك مشكلتنا، رجعوها للحل. انا اقول لك رجعوها للحل بوسي قوي، هو الوحيد اللي ناطح الإطار التنسيقي، يعني بمخيلة الكثير من السنة إذا تسمح لي الحلبوسي ناطح الإطار التنسيقي، البقية ما هيك أكو هيك مخيلة أنقل، يعني أنا ما أتبنى، رجعوها له ردوا لي إياه. يعني هي خيال، أنت قلت أنها مخيلة، فبالتالي هي خيال، والخيال ما كان ما عدكم الحل، الترياق مو يمكم. المشكلة أخي العزيز، المشكلة في الوقت الحالي ما ممكن أنت تأتي وتوحد الكتل السنية. أنا في أكثر من مناسبة عندما أسأل هذا السؤال، يعني حتى كان في عتب، لماذا تقول هكذا؟ واقع الحال أنه اليوم السنة 5-6 كتل سياسية، بس لابد من حلول، ما ممكن تجي وتخلي، وحتى يعني لكم أكو حلول، مقترحات أنطوا مقترحات يا أخي، أخذوا المشهد أنا. حتى بعض الكتل يا أخي العزيز في داخلها هي غير متفقة، هذه صراحة مطلقة، أنا أتكلمها معك اليوم. أطلقوا تنازلات للدولة القانون، ما تطون حلول دكتور صلاح، ما حلول ما تطون، يعني أعتقد 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 القرار يعود أولا وأخيرا للكتل السنية، دولة القانون داعمة للدكتور محمود المشهداني. اليوم ما ممكن أن الكتل السنية في حال اختيار أي رئيس وزراء تأتي وتفرض شخصية معينة، لا، علينا أن ندعم هذه الشخصية، نعم، لكن ما تصدر من عندنا ولا تفرض، لأن أهل هذه المحافظات هم أدرب الشخصيات اللي تقود. اليوم هناك شبه إجماع سني على شخصية معينة، عندما يكون هذا الإجماع، يعني أنت عندك اليوم 4 كتل سنية متفقة باتجاه معين وكتلة سنية واحدة في اتجاه آخر، إذن هناك إجماع وطني، ما الذي يمنعنا اليوم من أنه نذهب لعقد جلسة انتخاب الرئيس؟ هناك مماطلة في الأمر أخي، هناك مماطلة في الأمر، تسألني من أي جهة المماطلة؟ أنا أقول لك الجهة التي خسرت منصب الرئاسة تماطل بالأمر بالتعاون هو هذا السؤال. أنت قلت خل نسأل على الأقل الجمهور، كلمتك كلش جميلة، خل نسأل الجمهور من يريد، سألنا الجمهور بمجالس المحافظات وسوينا تحالفات، لا أنا وياك، وسوينا تحالفات والناس وارتفعت كفة العيساوي، خلاص تنتهي الأمور، إجا منه خربها الإطار التنسيقي، أنتوا هيك تقولون
أخي العزيز، إذن اليوم أنا اليوم إذا أريد أحرج الجميع، وإذا أريد أصل إلى مرحلة أنه أحصل بها على رئيس مجلس النواب يمشي هذه الفترة المتبقية اللي هي سنة وكم شهر، سنة وثلاث أربعة أشهر، صدقني يا أخي اليوم التخوف أنه أي رئيس راح يأتي سيضرب الرئيس السابق، هذا التفكير الشغل الشاغل للقوى السياسية. وبالتالي يا أخي الكريم اليوم أرد أحل المشكلة، 50 نائب، ما عندي 50 نائب في مجلس النواب يقدموا التواقيع لعقد جلسة انتخاب الرئيس الثاني. ليش انتظر الأمر يصدر من محسن المندلاوي؟ محسن المندلاوي أيضا الرجل عليه ضغوط سياسية من هذا الطرف ومن هذا الطرف، لا أخلي الرجل في إحراج. إضافة إلى العامل الشخصي، اليوم هو الرجل رئيس من إنابة، وهذا طموح شخصي يريد يكمل، يريد يبقى، يريد يسلمه. أنا اليوم خلي أحل الأمر من يمي، نواب سنة وشيعة وأكراد 50 اسم إذا قدموا تواقيع بعقد جلسة لانتخاب الرئيس راح يمشي الأمر. أنا أعتقد هذا الأمر سيحصل بعد الجلسة الأولى. الجلسة الأولى يعني جدول الأعمال نزل، ما بفقرة اختيار الرئيس، أعتقد ستحصل جلسة، ستعقد جلسة لانتخاب الرئيس، أما الثانية أو الثالثة بعد انتهاء العطلة التشريعية. جميل. يعني الجلسة الأولى ما راح يتم بها عقد جلسة انتخاب، أعتقد الجلسة البعدة أو البعدة يعني بعد العطلة أو الثالثة، لأن الأمر طال. يعني نعم بعد العطلة. جميل. الأمر طال. جميل. وبشكل بشكل بشكل سيلقي بظلالة سيلقي بظلالة على كل الرئاسات الموجودة في العراق، وسيضرب العملية السياسية في العراق، لأن الفشل إذا كان اليوم خلاف سني على الرئيس فالفشل سيضرب الجميع. بعد العطلة التشريعية أستاذ غني، تتوقع أكو ممكن شيء؟ لا والله، بعد التحاصص السني موجود، بعد العراق الصخب السني حتى هذه اللحظة لم يحل، يعني شنو اللي يخليك ممكن متفائل بعد العطلة التشريعية ممكن يصير حل، ممكن الإطار التنسيقي أيضا يتحل؟ والله أستاذ العزيز أنا بالنسبة لي غير متفائل، وأعتقد سوف تنتهي هذه الدورة الانتخابية ولم يكون هنالك رئيس للبرلمان أصالة. إذا كان الحل ما ممكن تقدم يتخلى قليلا عن عناده ويقتنع بالنصاب اللي عقده الحلفاء، ما ممكن؟ أستاذ العزيز بس اسمح لي، ترى المشكلة قائمة، المكون الشيعي يقول هذه المشكلة لدى المكون السني. آمنا بالله، والمكون السني لم يتفق فيما بينهم. أخي ترى المشكلة محصورة بين شخصيتين، بين السيد خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي، يذهبون ويسحب كل منهم مرشحه، يبقى لديهم مرشح واحد وهو طلال الزوبعي ويتوافقوا عليه، واعتقد كل الجميع حتى المكون الشيعي الذي لا يرغب بطلال الزوبعي سوف يكون محرج ويوافق عليه، وانتهت المشكلة. وهم يقولون وإذا فاجأك الإطار التنسيقي بعدم قبول هذا المقترح، ما وافق على طلال الزوبعي، عنده مشاكل سابقا، أنت نعرف. إذا ما وافق أستاذ إذا ما وافق الإطار التنسيقي بتمرير هذا المرشح على القادة السنة الموجودين في البرلمان، الانسحاب من العملية السياسية خلاص، بعد ماكو حل. معناها المكون الشيعي قابض على هذا المنصب بيد من حديد، وخلاص يقولكم يا سنة خلاص ما أنطيكم هذا المنصب إذا كل الحلول تتوقف، والمكون الشيعي هذا ما قبل بي وذاك ما قبل بي. يعني إذا معناها أنتم شنو وجودكم مع سوري مع احتراماتي، معناها وجودكم يا أخوان أنتم عبارة عن ديكور داخل البرلمان، ما يصير هيج. أنتم لازم تتفقون على شخصية. ينسحب يعني أنت هذا اقتراحك؟ ينسحب لازم المكون، ومنو سواها؟ ما حد انسحب نهائي، لا مرة الكرد. ترى حتى انسحاب السيد مقتدى الصدر هو فخ، هو شرك، الرجال يومية يبعث إشارات سياسية من هنا وهنا. نعم أنصار يقولون، بس ما حد يقدر ينسحب بهالسهولة. يا أنت لمن تنطيها؟ هذا غير حل. هذا لا 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 لا، اللي يريد خوكم مقترح أفضل، نزلوا بمرشحيكم والإطار خلي يدعم واحد ومشت وصارت. يا أخي سالم مو فاز، يسالم صعد، هو شو قال؟ طبوا جماعة بالكافتريا خربت، لا حد يروح للكافتريا، شو جوعاني؟ زين ليش؟ مو هي مشت السالفة. زين ليش إلا سالم لو المحمود المشهداني؟ الناس يترادت، الناس يترادت، هسه مشت، هي مشت بسالم، وقفها السيد محسن المندلاوي.
وما راح تمشي، خذها من عندي. أي ما راح تمشي، ما ولا تمشي معناها على الاطار مدني، وراح يبقى هذا. مو انا جاي اقول، جاي اقول اذا الاطار حتى المرشح الثالث ما يريده، يا اخي سووا لكم حل، انسحبوا من العمليه السياسيه، يسوون بعدين وراها السنه، يسوون اقليم مثل رعد، مثل ما يقول رعد سليمان اقليم، يسوون ينسحبون. شي يسوون اقليم هسه هسه الكراد اذا ينسحبون عندهم اقليم، السنه ايش عندهم؟ وين يروحون؟ استاذ استاذ العزيز، إيه؟ انت تطرقت للاقليم، الاقليم حق دستوري، الدستور كافله، اذا ما يردون خليه يشيلونه من الدستور. يعني الاقليم خب مو مثل ما كما البصره والمحافظات الجنوبيه تطالب باقليم، الغربيه تطالب باقليم، الوسط يطالب باقليم، هاي مو مشكله. اذا فعلا يردون العمليه السياسيه تمضي بحس وطني وبتوافق جميع الشركاء العرب وخصوصا العرب، خل تمضي الاقاليم، شو شنو المشكله بالموضوع؟ هو اقاليم ماكو، ومحمد الشيع السوداني صديقهم وحبيبهم ورضوا عنا، والفصائل مطيره اليوم 2 درونات بعين الاسد، والرجل قائد عام للقوات المسلحه. منو قال على محمد السوداني؟ هاي عود محمد الشيع السوداني، الرجل منهم وبيهم يطلعوا لك الجماعه باقليم. لا ما راضي، وين صايره هاي؟ وين؟ لا ابدا، خذها من عندي، ما راضين على محمد السوداني، وكانه يقولون بلسان الحال اتينا به وتورطنا. دكتور عائد، انت هم عندك هاي النظره، هم ما راضين على محمد الشيع السوداني. هنا أنا استاذ غني يقول لك ماكو حل بهالحاله غير الانسحاب وجماعه يشكلون اقليم. بالمقابل ما حد يسمح بهذا الشيء، يعني مو الكل يصير مثل كردستان، كردستان حاله خاصه من الازل لحد الان، يعني هذول فقط يسمح لهم باقليم، بما معنى ان الاطار هو صاحب المشكله وهو بيد الحل وضامه ما يريد يسوي. نعم فعلا. يعني احنا خلينا نرجع شويه اللي تحدثنا به قبل قليل بخصوص الكتله السنيه الاكبر والقيادات السنيه. سيدي الكريم، شوف انه الاطار التنسيقي وقيادات الاطار التنسيقي احتاجت الى اكثر من 70 سنه حتى توصل الى ما وصلت اليه الان، وكذلك الاخوه في إقليم كردستان أيضا احتاجوا إلى وقت كبير جدا. اليوم يعني الكرة أنا من وجهة نظري هي في ملعب البيت السني، يحاول إحراج يعني الكتل السياسية الأخرى من خلال الاتفاق على شخصية وطنية. يعني عاقمة الأمهات أن نأتي بشخصية الآن شخصية وطنية من الممكن أن ترشح إلى مجلس النواب ويكون متفق عليها وتكون مقبولة من الكتل السياسية الأخرى. لا أعتقد هو سالم العيساوي. دكتور عائد إذا تسمح لي، سالم العيساوي اللي ما عنده مشكلة، معروف كسياسي ما عنده مشكلة مع الجميع، بس عنده يمكن خصومة وشخصية حتى مع محمد الحلوي. سالم العيساوي اللي الجميع يحبه حتى بالإطار التنسيقي ما رضوا عليه، هذا الهادئ الحباب الصادق، هيك يوصفه، هيك يوصفه مشعان، هو مو ما رضوا عليه، هيك يوصفه مشعان مثلا السيد مشعان الجبولي. إذا يجيبوا لك واحد شوية قوي، يعني بعد أكثر شوية حدي، شوية حاد سنونه، لا 100%، فهي مو قضية عقمت، لا هم ما يريدون، يعني جماعة ما يريدون. لا أخي العزيز، أخي العزيز، هي الأكو لطالما أنه أكو مشكلة داخل البيت السني، هنالك جهات في الإطار التنسيق تستثمر هذا الموضوع. إحنا ليش يعني نعطي المسوغ للآخر بأن يمسكنا من الإيد اللي توجعنا؟ إحنا بالنسبة أن نصفي خلافاتنا اللي موجودة بيناتنا ونحاول أن نأتي بشخصية، هذه الشخصية تكون مقبولة كما قلنا. يعني أنا من ضمن الأسماء اللي كانت مطروحة مثل كان يكون عبد الكريم عطان والدكتور مزاحم الخياط، هذه شخصيات أيضا شخصيات وطنية عراقية مقبولة، وشخصيات لها يعني ثقلها في داخل المكون السني أو حتى في العملية السياسية. اليوم عندما نأتي بهذه الشخصيات لا يكون هنالك جد، لكن المشكلة أنه أنا جاي أستثمر خلافك يا أخي، أنت فهمني، أنا جاي أستثمر الخلاف اللي أنت موجود، اللي موجود عندك، فأنت بالنسبة لك جاي تسمح لي أن أتمدد عليك وأن أمرر ما أريد. اليوم عندما تكون هنالك حالة من الصفاء وحالة من التلاعم ووعد الخطاب داخل المكون السني، يا أخوان تستطيعون أن تحققون أشياء كثيرة جدا للمكون. ليش القضية محصورة على قضية أنه مكاسب ومغانم حزبية وشخصية؟ هذا مو صحيح. يعني أيضا المكون السني اكتوى بنار الحرب الأهلية بشكل كبير جدا، وكانت هنالك مشاكل، وإلى الآن هنالك نازحين وسجناء ومغيبين كما تقول. أستاذ غني قال ما حد، ما يصير حل، ما حينما تقدم كل الحلول للإطار التنسيقي ما وافق انسحبوا، مثل ما انسحب مثلا الصدريين. أسعفك من قضية الأقاليم، بس لا، هو شوف هو وضع السنة يشبه وضع الصدريين، من ينسحبون يرتاحون. صدريين مثلا عندهم سرايا السلام، لا شوف جنابك انت جاوبت على هذا السؤال، يعني التحميم حتى من الملاحقة القانونية ممكن اكو مكون شيء كبير. اي لا
لا اسمح لي، اليوم جنابك تجاوبت على هذا السؤال. اليوم الكتلة الصدرية عندما انسحبت أكو كتلة شيعية كبيرة جدا استطاعت أن تأخذ مساحتها وأن تتواجد وحتى تتمدد على مساحة الكتلة الأخرى التي انسحبت. أما الأخوة عندما تقول انسحاب الأخوة السنة، لا هذا غير طبيعي، مو ولا لربما يعود بنا إلى ما بعد 2004 عندما كان الأخوة السنة منسحبين من العملية السياسية ورافضين للعملية. ليش انسحب؟ ليش يا أخي؟ خلي الأخوة السنة يقومون ببناء كتلة وطنية سياسية سنية كبيرة جدا وفيها شخصيات، هذه الشخصيات تتم عملية تدعيمها وتمكينها وبنائها بشكل قوي جدا حتى تكون مستقبلا يعني قادة العملية السياسية على أقل تقدير في المكون السني. ليش ينسحبون؟ شنو الأسباب؟ شنو الداعي؟ يعني من يطالب بحقوق الأخوة السنة إذا انسحبت الكتلة السنية؟ هذا ما أعتقد أنه صحيح. لكن أن نضغط بشكل كبير جدا بكتلة سنية موحدة بخطاب موحد برؤى بآليات بأدوات، هذه الأدوات مقبولة ممكن جدا. جميل جدا. ونفرض نفسنا كما فرض الأخوة كما فرض الأخوة الكرد. الأخوة الكرد شنو قوتهم؟ قوتهم متماسكهم، عندهم رأي. نعم كانوا يختلفون، عندهم رأي رغم التشظي، كانوا يختلفون رغم التشظي البيني حتى في نفس المكون عندهم، بس من يجون البغداد يجون موحدين. ولهذا السبب دكتور، ولهذا السبب دكتور صلاح الكبيسي، بسبب هذا التشظي حتى الجمهور ما يصدق بالتباكي السني حول حقوق المكون. يقول لك موجود رئيس برلمان أو ما موجود، شحصل من أعضاء البرلمان السنة؟ قانون العفو العام، المغيبين شضمن، ويلا اجى رئيس برا، فاجى رئيس ما اجى، الجمهور السوري ايش مستفاد؟ هيك يسالون، هذا سؤال من الشارع، سؤال من التعليقات مال التواصل الاجتماعي، ايش راح استفاد؟ نعم. يستفادون نعم. وعليه ليش هالعركه ما بين يعني حسم وعزم والسياده وتقدم؟ على شنو متعاركين؟ لا هذه مصالح سياسيه، التنازع على المنصب، منصب اخي نفوذ سياسي، هو على منصب لدى المكون، على منصب في السلطه التشريعيه في البلد، فبالتاكيد يكون هناك تنازع على هذا المنصب. اما بقيه الموضوعات اللي للاسف تثار اعلاميا وتجاريا لتبشئه الامور مع ابناء المكون، يعني اليوم انا استغرب عندما خرج رئيس البرلمان السابق من منصبه وتم عزل السيد الحلبوسي من منصبه، بدأت كتلة تقدم وبدأ الأخوة في تقدم ينادون بقانون العفو العام، ينادون بالمغيبين، ينادون بالقوانين المعطلة، عودة النازحين إلى مناطقهم، ويطالبون بقوة بهذا الأمر. طيب الرجل هو 5 سنوات على رأس السلطة التشريعية، ما كان بإمكانك بعلاقاتك السياسية، بقوة نفوذك، بمنصبك، أنه ترتب أمورك مع بقية الشركاء من الشيعة والأكراد وتمشي هذه القوانين في مجلس النواب؟ للأسف هذه الأمور بدأت تستخدم، يعني مأساة المكون بدأت تستخدم تجاريا من بعض الكتل. وبالتالي أنا قلت لك 5 سنوات في متصدر للمسؤولية في أعلى هرم السلطة لم يطرح هذا الموضوع، وكنا النادي في الإعلام باستمرار انه يابا اكو مخبر سري، هذا عاث فساد بالارض، اكو ناس مغيبين نريد نعرف مصيرهم، اكو مناطق مثل العواجه وجرف الصخر وكثير من المناطق خلي يرجعون اهلها لها. وبالتالي ما كانت هناك استجابه، وكان الرجل على راس السلطه. لماذا عندما خرج بدا يتناغم مع هذا الموضوع؟ يعني هذه حاله غير منطقيه نهائيا. اليوم تستخدم مصائب المكون وكوارث المكون بدأت تستخدم سياسيا، فبالتأكيد الجمهور سيكون له موقف. يعني يقول لك أنا اليوم ابن الجرف، من سنة 2015 الأرض حررت بسواعد الأبطال من كافة الأجهزة الأمنية والجيش والحشد وغير، الكل ضحت. يقول لك من 2015 وعليه مو من الطبيعي عدم استغلال رجوع الأرض والعودة مرة أخرى بالهدم. أستاذ غني بدقيقة واحدة وقت بقت من وقت البرنامج، ممكن تقدم يشوف من عنده مرونة تجاه الآخرين يبدون مرونة مع تقدم بعد العطلة التشريعية برأيك، لو تخلص هذه الدورة ونجي على انتخابات جديدة خلاص؟ أستاذ العزيز، أستاذ العزيز، إذا لم يجلس
الشيخ خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي مع بعض على طاولة واحدة ويتفاهموا فيما بينهم لا يوجد حل. ما جلسوا بما مع حضور، جلسوا بتوصيات. أخي هم العالم، الشارع السني، المناطق الغربية هسه تنظر إلهم بنظرة أخرى، تنظر إلهم بأنه هم المخلصين لهذا المواطن ولهذا الشارع الغربي، وعليهم أن يكون لديهم إيثار ويجلسوا مع نفسهم أولا ومع بعضهم ثانيا ويتصافوا، ومن ثم ليسحب كل منهم مرشحه. زين مساعة الدكتور عايد يقول أكو مرشحين آخرين، زين كيف يجون المرشحين الآخرين وأنتم قلتوا أن دعوة السيد المندلاوي في تعديل المادة 12 غير قانونية وغير دستورية؟ إذن لابد من أبقى المرشحين نفسهم، فلينسحبوا سالم العيسى ومحمود المشهداني ويبقى طلال الزوبعي وانتهى الموضوع. ممكن جدا بتخريجة قانونية وحتى تساعد بها المحكمة الاتحادية. شكرا جزيلا إليك أستاذ علي غني الغضبان الباحث في الشأن السياسي من بغداد. الشكر موصول أيضا إلى الدكتور صلاح الكوبيسي عضو تحالف الحسم، وأيضا إلى الدكتور عائد الهلالي الذي عصبت برأسه من قبل دولة القانون حسب ما يقول. مو صحيح دكتور عائد؟ إيه أو لا؟ ما عندي وقت. يقدرون. مو؟ شكرا جزيلا. ما يقدرون ودعتك. شكرا جزيلا إليك دكتور عائد الهلالي الباحث في الشأن السياسي. الشكر موصول إليكم أيضا مشاهدين الكرام، على أمل اللقاء معكم الأسبوع المقبل.